التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر. وقد ذكر بيان للمتحدث العسكري أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني. كما أكد الفريق حجازي حرص الدولة المصرية على تسوية الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي مبني على الثوابت الوطنية وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها. هذا وقد عبر المبعوث الأممي عن مساندته للجهود المصرية الداعمة للحوار وتحقيق الاتفاق السياسي والتوافق حول القضايا المطروحة. كما أكد على أهمية استمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي في ليبيا.